ازيكم يا حلوين، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. منتج النهارده هو لترطيب الجسم للناس الكسلانين. لو انت من الناس الكسلانين فالفيديو ده ليكي. هتكلم النهارده عن تجربتي مع منتج اللي هو الفازلين بزبده الكاكاو. هو معروف طبعا من سنين طويله، بس كان معروف بالشكل اللي هو اللوشن العادي، فعملوا منه منتج جديد كان من فتره نزل كده اللي هو سبراي. فالعبوه اللي انت شايفاها دي عباره عن سبراي بترشيه كده على الجسم. بشكل عام المنتج مخصص لترطيب الجلد، بقى سواء الجلد بتاع الجسم يعني جسمك او ايديكي. طبعا ده مش مخصص للوش، ممنوع تستخدميه لوشك. المكونات اللي فيه بتعتمد على زبدة الكاكاو علشان هي بترطب الجلد، طبعا كويس جدا جدا ومعروفة، والجليسرين وشوية حاجات كده. حجم المنتج 190 ملي، وده يعتبر يعني حجم بالنسبة للسبراي كويس معقول. طريقة استخدام المنتج ان انتي بتبعديه عن المكان اللي هترشي فيه، يعني 30 سنتي كده او حاجة، وتبدأي ترشي على جسمك. مكتوب على المنتج ان هو سبراي خفيف غير دهني، يعني مش زي اللوشن العادي اللي هو بيكون تقيل شوية، او زي المنتجات اللي هي بتكون تقيلة علشان ترطيب الجسم اللي هو الشديد الجفاف. فالمنتج ده ترطيبه خفيف شوية ومكتوب عليه غير دهني، يعني المفروض ان هو مش بيلزق على الجسم ومش بيدهن. يعني بالنسبة لتجربتي معاه، فأول حاجة السبراي فعلا خفيف غير دهني، يعني زي ما هم قايلين بالظبط هو كده. ريحته مقبول لناس كتير وانا منهم، اللي هي ريحة زبدة الكاكاو. بس انا مؤخرا بقيت ما بحبش المنتجات اللي هي روايح خالص، ولكن هو ريحته مقبولة لناس كتير، وناس يعني بنات كتير هتحبها. زي ما قلت المفروض ان هو سبراي، يعني المفروض ان هو بيترش على الجسم، المفروض ان هو يعني مش هتستخدميه زي اللوشن العادي ان انت تفرديه بايدك وكده. ولكن للاسف لما انت بتيجي ترشي المنتج بيتوزع غير يعني بشكل غير متساوي على الجلد، فانت لازم تستخدمي ايدك عادي جدا زي اللوشن العادي. وعشان تفرديه على جسمك او علشان تفرديه على ايدك، بتستخدمي ايدك عادي جدا، يعني مش سحر هو. بس واجهتني مشكلة وانا بستخدمه ان البامب اللي موجودة فيه مش حلوة، صعبة في الاستخدام وتقيلة شوية، فانا محبتش العبوة نفسها. لو انت من الناس اللي عندها جلد قوي او جلد بينشف في الشتاء ومحتاجة حاجة لترطيب القوي وبشرتك جافة جدا، فالمنتج ده مش مناسب ليكي. هو مناسب للناس اللي يعني بشرتها دهنية في الغالب، او مش محتاجة يعني ترطيب قوي. فللأسف هو خيب ظني في موضوع الترطيب ده، حتى في منتجات بتكون فعلا ملمسها خفيف وغير دهني بس ترطيبها قوي. المنتج ده لا، مش كده، هو خفيف وغير دهني وما بيعملش حاجة. انا شايفة ان هو سعره غالي بالنسبة للجودة بتاعته. انا مش فاكرة كنت شارياه بكام، بس هو تقريبا كان ب140 جنيه او في الحدود، يعني 100 وشوية. فانا بالنسبة لي لا، انا شايفة ان في منتجات تانية ممكن تكون ارخص منه وترطيبها افضل منه بكتير جدا. يعني الخلاصة بالنسبة لي المنتج فاشل، وبالنسبة لي يعني ده رأيي الشخصي، انا اديله 3/10. انا مش هشتريه تاني ومش هفكر ان انا اشتريه تاني. مفيش فرق بينه وبين اللوشن العادي، فانا لو هشتري من الشركة دي منتج فانا هشتري اللوشن بتاعهم العادي، لان هي نفس طريقة الاستخدام. بل بالعكس، ممكن يكون اللوشن من الشركة نفسها ترطيبه احسن من ده، فايه اللي يخليني اشتري سبراي واتعب نفسي في البامب بتاعته مش حلوة، وانا كده 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 هفرده بايدي. يعني اشتري المنتج العادي افضل. ممكن يكون سعره، انا مش فاكرة سعره كام دلوقتي، بس لو افتكرت هكتب لكم تحت الفيديو. ده كده كان الريفيو، واشوفكم على خير في الريفيو الجاي. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو علشان ترفعي الفيديو وبنات غيرك تشوف الفيديو وتستفيد بيه. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.